أرجو منكم الانضمام إلى القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر الموجود أسفل الفيديو، يعني سابوني، والضغط على الجرس لتصلكم الفيديوهات الجديدة فور نزولها، وكذلك الضغط على زر الإعجاب يعني جيم لدعم القناة. شوفوا، أني فاتحة صفحة على الفيسبوك واسمها قناتنا المتنوعة. كل ما ندير سوجي في يوتيوب راني نروح نصورها ونحطها لتماك. الحاجة اللي ما تبان لكمش هاكو رايحين نصيبوا لتم لي سوجي مع الحلول تاعهم، ادخلوا لاباج ديروا جيم باش هكذا كل ما تعودوا تسحقوا حاجة تصيبوها لتماك. مع السلامة. السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. اذا راني رايحه ندير نقرا لكم اليوم الامتحان تاع الفصل الثالث تاع التربيه الاسلاميه للسنه الاولى متوسط. على بالي هذا امتحان ماشي فرض، مي بصح كوم انايا هاو جاي فتره وين مانيش حاب نعود نبيبلي لكم بزاف، حاش نعود نحط لكم بزاف لي فيديو على خاطرش نكون انا تانيك في الاختبارات في لي زيكزام. الوغ من دركا حنبدا نحط لكم في الامتحانات باش هذيك الوقت اللي يكونوا تسحقوهم تصيبوهم واجدين. هيا نبداو نقراوه. الوضعية الأولى، أكمل قول الله تعالى مع الشكل، إذا السماء انشقت حتى يصلى سعيرا، سورة الانشقاق الآية 1-12. اشرح ما يلي، انشقت كادح. الوضعية الثانية، لقد حث الإسلام على فضيلة الأمانة وجعلها من أعظم الواجبات، عرف الأمانة، اذكر نوعين من الأمانة. الوضعية الثالثة، أجب بصحيح أو خطأ. نجمع بتيمم واحد صلاة فرضين، سورة الانشقاق من السورة المدنية عدد آياتها 25. صلاة العشاء 4 ركعات جهرا، يستباح بالتيمم ما يستباح بالطهارة المائية. خيانة من خانك. الوضعية الإدماجية، أملأ الفراغات بما يناسبها. لما بلغ محمد صلى الله عليه وسلم سنة حببت إليه، فكان يأخذ ويتجه ويقيم فيه، وكان يقضي وقته بينما كان هنالك. جاءه فقال، قال فأخذه فغطاه فقال، وللمرة الثالثة قال. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فدخل على وهو يقول، لقد خشيت على نفسي، فطمأنته لأنه كان يتصف بالصفات الحسنة. ثم انطلقت به إلى، وكان عالما، قرأ كتب أهل الكتاب فحثه فيما رأى وسمع. استمر الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم مدة سنة. بالتوفيق ان شاء الله. هذا هو الموضوع، يعني الاجوبه راح نصيبوهم في الكراس تاعكم حاجات سهلين وبسيطه. على هذه ما درت لكمش الحل، على خاطرش كل استاذ وطريقه التلخيص تاعو. اذا هذا هو الموضوع تاعنا، ان شاء الله يفيدكم ومع السلامه.